السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم في مركز المجد للعلاجات الطبيعية. مركز المجد عنده مجموعة من الخدمات، منها العلاج بالرقية الشرعية، ثم العلاج بالتدليك الانعكاسي، ثم العلاج بالفوطة النارية، وعلاج بالمساج، وعلاج بالحجامة النارية، ثم العلاج بالحجامة الرطبة أو ما يسمى بالحجامة الدموية. بالنسبة في هذا الفيديو هذا غادي نديرو على واحد العمل تطبيقي، غادي نشوفو فيه المراحل اللي كنبداو فيها في المركز ديالنا، بدايه من المساج الى داخل العمليه وهي المساج. المساج كناخذو اما كريمات ديال المساج او لا زيوت. بالنسبه للمركز ديالنا كيفضل اننا نخدم بالزيوت، والزيوت لها انواع. كاين زيوت يعني كتكون بارده كنعملوها مثلا الانسان اللي كتكون عنده حراره في الجسم او طاقه مرتفعه، هناك زيوت كتكون يعني سخونه كنستعملوها الانسان اللي كتكون الجسم ديالو يعني بارد جدا. حنا عندنا دابا هذا الزيت، هذا المساج يعني له فوائد عديده لا تعد ولا تحصى، منها انها كتقوم على ارتخاء الجسم، لان غالبا ان الانسان يشعر بعياء على مستوى الرقبه وعلى مستوى الكتف او على مستوى الظهر او على مستوى اسفل الظهر، وحينما غالبا ما يكون عنده شد عضلي على حسب المهن التي يعني يمتهنها الانسان. فالمساج هو مهم جدا، يقوم على تدليك الاعضاء والاعصاب كذلك، ثم نقوم بتحفيز يعني مسارات الطاقه، وكذلك نقوم على تحفيز الدوره الدمويه من خلال عملنا للمساج اليدوي. والمساج كنعملوه اما يدويا او لا بالآلة المستعارة او التواصل، فعليه ان يتواصل معنا في الرقم المتواجد على الفيديو. السلام عليكم.